نحن أمام انتصار. هذا التجاهل هذا الانتصار يعني في تصوري ليس في محله. ما تزال تحت الحماية الإسرائيلية، تحت الاحتلال الإسرائيلي. لا تخطب علي لو سمحت، مزارع شبعة تحت الاحتلال الإسرائيلي حتى الآن. لا تخطب علي ولا تخطب على المشاهدين. كل حقائق انسحبت من جنوب لبنان، انسحبت من ولم يستطع الحزام الأمني. لا متر واحد تحدث عن حقائق. لا تخطب علي، لسنا في موطن للشعب لنخطب ونقول جمل رنانة لا معنى لها. طيب. إسرائيل ما تزال الآن تحتل مزارع. طيب يا دكتور سمير، الآن تحتل قرى ومدنا في الجنوب اللبناني، كيف هزمت؟ دكتور أنا أتمنى أن تهزم إسرائيل أمس ولا يعني هكذا لا يمكن أن يكون حوار. يا دكتور سمير، يا دكتور سمير أرجوك، الآن لا يسمح. دكتور سمير لا، دكتور سمير خلي يكمل فكرته ويأتي وقتك ورد بالطريقة التي تراها مناسبة. أرجوك فضل. أرجوك فضل. دكتور سمير فضل أنا موافق. انسحاب انسحاب إسرائيل من لبنان من دون شروط هو انتصار للمقاومة من دون شروط. الآن المقاومة نعم خسرت قادتها، خسرت قياداتها، ولكن شهر كامل وإسرائيل تريد أن تتقدم مع 5 فرق و4 ألوية ولا تستطيع في الجنوب اللبناني. ماذا يمكن أن نسمي هذا؟ لكن هذا الصمود الأسطوري. لكن قد يقول من قد يقول قائل لك دكتور حسين أنها لا تريد أن تتقدم بريا، لكنها ممكن أن تعالج هذا من خلال طائراتها ومن خلال الصواريخ، بمعنى التدمير قادم. مش صحيح، لو سمحت لي. احتلت قرى وكشف وأسرت جنود وقوات من حزب الله والأنفاق والصور والفيديوهات. دكتور سمير احترموا عقولنا واحترموا العلم الذي نراه يوميا. دكتور سمير شفت العملية النوعية اللي تم بها اختطاف القبطان؟ طبعا اليوم شفتها. تمام، بس أرجوك أرجوك دكتور سمير، لدينا فيديوهات دكتور عن سمير التي دخلت دكتور سمير انت لبنان. دكتور لدينا سمير علم إسرائيل المرفوع في جنوب دكتور لبنان. سمير أرجوك أنتم شخصيات محترمة وأمام الرأي العام، دعوا الناس تفهم منكم الفكرة. أنتم لمستم عداد، هنا ننضج فكرة. أرجوك دكتور سمير خلي يكمل. ولذلك يا دكتور حسين هذا الذي يحصل على الأرض لا يمكن تجاهله، وقلنا بالمقدمة نحن أمام عدو لا يحترم أحد. صحيح هذا الكلام، نحن أمام عدو يقوم بكل الجرائم الممكنة، هذا يعني لا أحد يشكك فيه. ولكن يجب أن لا ننسى أن هذا العدو الذي حسم حتى الحروب التي هوجم فيها في 1973، هاجمت مصر وسوريا إسرائيل، ولكن خلال أيام استطاع أن يعيد زمام المبادرة وأن يصل إلى قناة السويس وأن يدخل من نقطة الدفرسوار باتجاه القاهرة إلى 200 كيلومتر. ولكن هذا العدو الآن سنة وشهر في غزة لا يستطيع أن يحسم، لا زالت هناك عمليات، لا زال هناك قتل لجنود وقيادات. قبل أيام كان قتل قائد فرقة في جباليا. هذه الأمور يعني من لا يؤمن بإرادة الشعوب يعني هو مثل ما يريد، ولكن نحن أمام إرادة قائمة في الصمود والمقاومة.